المباراه الاخيره يمكن في اول المجموعات المباراه الثالثه يعني مهمه جدا ان احنا نحقق فيها النتيجه الايجابيه اللي هي الفوز ان شاء الله الرحمن. يمكن طبعا بعد خسارتنا من النجم الساحلي وفوزنا على الهلال السوداني بقالنا مباراتين ذهابا وايابا مع نفس الفريق عارفين كويس قوي اهميه المباراه وصعوبتها وقوتها ان شاء الله الرحمن ناخدها بشكل كويس وكل التوفيق حلفنا باذن الله. الحمد لله ما عندناش غيابات بشكل مؤثر عن المعتاد الفتره اللي فاتت بالعكس يعني يبقى عنصر التوفيق بس انا عارف ان دوري ابطال افريقيا بيبقى بيتاخد على مراحل مرحله دوري المجموعات ثم الدور الثمانيه واللي قبل النهائي والنهائي لكن ما بنفكرش في خطوه رقم 2 قبل ما نعدي على رقم 1 عندنا مباراه دوري المجموعات واهميته وصعوبته وضروره الفصل ما بين المباراه والثانيه فان شاء الله الرحمن باذن الله يكون حظنا اوفر في المباراه بتاعت بكره باذن الله مع بلاتينيوم والمباراه الثانيه باذن الله تبقى هناك يوم 11 خلينا نخوض المباراه دي بمنتهى القوه ومنتهى النديه ونحقق فيها المكسب ان شاء الله الرحمن ونرفع رصيدنا لست نقاط وننتظر باقي مباريات المجموعه على الترتيب بلاتينيوم ثم النجم الساحلي عندنا في مصر ثم الهلال السوداني. اهميه بطوله دوري الابطال بالنسبه لجماهير النادي الاهلي ومسؤولي النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي في منتهى الاهميه طبعا والجهاز الفني لكن زي ما انا قلت يعني دايما التفكير بيبقى اساس بتحطه فيه في الاول على اهميه الموسم واهدافك اللي عايز تحققها بس بتمشي بقى مع خطوات الموسم ده مرحله مرحله يعني عندنا مباراه محليه بنخوضها بمنتهى الكثافه ومنتهى القرب من المباراه وبعضها لكن ده ما يمنعش ابدا اهميه مباراه بكره ان شاء الله الرحمن باذن الله يكون توفيق حلفنا ونفوز باذن الله. ما بحبش اعلق على كلام حد لكن في النهايه المدير الفني اللي بلاتينيوم يعني هو عارف كويس ان طبعا دوري المجموعات او دوري ابطال افريقيا مهم لكل 16 فرقه اللي موجودين في دوري المجموعات يعني احنا بالنسبه لنا لا نامن غدر الكره خالص بالعكس احنا عندنا مبدا في حياتنا او في طريقنا وفي مشوارنا وفي تاريخنا بنؤمن بيه جدا وبنشتغل عليه ان انت لازم تحترم الخصم ولازم تقدره بشكل كويس قوي ولازم تتعامل معاه وان الكوره يعني باحداثها وظروفها ممكن المباراه تبقى سهله في اسمها لكن صعوبه جدا تجدها في احداثها وتوقيتها فلازم نحترم الخصم جدا لازم نقدره جدا بنحترم بلاتينيوم بنحترم كل الانديه الافريقيه وبنحترم الكوره قبل كل شيء لان الكوره ممكن تديك ظهرها وما تعرفش تتعامل معاها يعني مش بمزاجك يعني انت مش بتروضها يعني فلازم يبقى في نديه من اول دقيقه لاخر دقيقه من اول ثانيه لاخر ثانيه مع صفاره الحكم مهما ربنا حلفنا من توفيق في الاهداف لكن او حتى لو الفوز اتاخر برضه بتتعامل معاها بمنتهى الاحترام يعني زي ما قلت لكم هي المباراه مباراه صعبه ومهمه ان شاء الله الرحمن ناخدها بنفس التركيز ونفس الاهميه وده اللي واصل للعيبه.